أسيبكم أنا بقى عشان عندي معاد مع السيد وزير الثقافة. وزير الثقافة؟ حتى قال لي النبي حلو ما تتأخرش عشان عندي ارتباطات. قال لك إيه؟ يا حلو. وزير الثقافة قال لك يا حلو؟ طب وأنت قلت له إيه؟ حلو يا حلو. صرح الفنان حسن الرداد في آخر حديث صحفي ليه إنه لسه مش لاقي شريكة حياته، فإحنا بنقول له يا حسن من فضلك لاقي شريكة حياتك لأن كده قطر الجواز هيفوتك. ننتقل إلى أخبارنا الفنية. انتهى الفنان أحمد مكي من تصوير مسلسله الجديد الكبير قوي، إخراج الأستاذ أحمد الجندي، بنتمنى له التوفيق وبنقول له ألف مبروك. الخبر التالي اللي معانا هو عن الفنان ماجد الكدواني. السوشيال ميديا مقلوبة، تويتر وفيس وانستجرام كلهم بيسألوا ويتسألوا فين الأستاذ ماجد الكدواني من الأعمال التلفزيونية، فإحنا بنقول يا ماجد مستنيينك رمضان القادم في عمل تلفزيوني بإذن الله. آخر خبر معانا النهاردة هو خبر سينمائي عن الفنان خالد الصاوي، واللافت للانتباه إن الأستاذ خالد الصاوي داخل فيلم جديد من غير بطلة جديدة، فإحنا بنقول له يا أستاذ خالد ركز كويس جدا وإن شاء الله تلاقي البطلة الجديدة لو دورت كويس جدا بالذات في الكاستنج. كانت معاكم لهفة الحلواني أشرف كاستنج. تمام هايل تقريبا كده لافة بإذن الله. أنت أحسن المتقدمين إلينا بجد يا فندم. عجبت حضرتك؟ جدا بصراحة. أنا ممكن أعمل حضرتك حاجة مختلفة، ممكن أقول لك نشرة 6 الجوية، نشرة 9، ممكن حاجة سياسية تقيلة. لا 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 كده حلو قوي. بصي أنا بعت لهم الكاستنج دون، هم يردوا علينا بقى إن شاء الله قريب. متشكرة جدا. طب من فضلك ما تتأخرش عليا على الرد، هتأخر ولا إيه؟ لا 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 مش هتأخر حاضر إن شاء الله. أنا إكسايتد جدا. لا لا ما تقلقيش. ميرسي جدا. طب معلش حاجة أخيرة أقولها لحضرتك، في بنات تانية بره يعني أوعي يملوا دماغ حضرتك ما دام أنا عجبت حضرتك. يعني ده رزقي خلاص بقى. خليها إنك ثقة بنفسك. لا أنا كونفيدنت جدا. طيب أوكي ميرسي جدا. ما تنساش حضرتك لهفة الحلواني. أوكي لهفة الحلواني. باي باي. معلش نسيت الشنطة. هيلا وهيلا 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 هيلا وهيلا 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 الكمبارسي ده هو الليلة. الكمبارسي ده هو الليلة. هيلا وهيلا 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 هيلا وهيلا 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 الكمبارسي ده هو الليلة. الكمبارسي ده هو الليلة. لولا ولولا 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 لولا ولولا 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 من حق الكمبارسي بطولة. من حق الكمبارسي بطولة. ده لولا ولولا 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 من حق الكمبارس بطولة. من حق الكمبارس بطولة. ليلة 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 يسقط يسقط حكم المنتج. كرسي انت طيب يا باشا. انت طيب يا سيدي. مفيش بقشيش بقى معلش. مفيش. نعم مفيش بقشيش. وهو انا طلبت منك بقشيش؟ مفيش فكة يا عم. ده غريب جدا على فكرة. على فكره الفيلم ده تحفه يا باشا. انا هشوفه. البطل هيطلع هو اللي خطف مراته. بس 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 مش بس العصابه. بس 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 انا هتفرج عليه يا عم. شكرا. اصل الناس كلها بتتزاوج بتفتكر العصابه. سيدي شكرا. ماشي اي خدمه يا باشا. شكرا بجد. شكرا أمور. شكرا. احنا رايب المدير. اهلا وسهلا. اهلا يعني في اي بي يعني. اتفضل اتفضل اتفضل. ثانيه واحده بس بعد اذنك يا ابو الشباب. معلش عشان الكراسي دي بس في الصيانه يعني. اتفضل انقل بس في اي حته ثانيه. تفضل تفضل تفضل. الصيانه ايه؟ ما الناس قعدت اهي. ما هم دول بتوع الصيانه. يا ريت خليك في حالك. خليك في حالك. ايوه امر يا باشا. شكر. ماشي تحت. على فكره يا باشا مش البطل بيطلع هو اللي خاطف مراته ولا حاجه. انا بس كنت بقول كده يعني. اعزائي المشاهدين من امام وزاره الثقافه معنا احد منظم المظاهره الاستاذ حلواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هانم احنا بذلنا المستحيل، سلكنا جميع الطرق عشان نقابل اي حد من المسؤولين رفضوا يقابلونا، فكان السبيل الوحيد قدامنا ان احنا نقوم بهذه المظاهرة السلمية عشان نقابل اي حد من المسؤولين يشوفوا طلباتنا. وحضرتك يا كومبارس ايه الرسالة اللي تحب توجهها؟ لا حضرتك لا لا مؤاخذة معلش 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 لسه جديدة حضرتك مش الكومبارس. أنا نقيب الكومبارس يا فندم. كنت زمان ابتديت كومبارس، حاليا أنا نقيب الكومبارس في العالم العربي وبالذات العالم الثالث. يعني أنا عندي الكومبارس يبقوا حلوين أبعتهم لنقيب الممثلين زميلي، يبقوا نجوم يرجعوا كومبارس يرجعهم لي تاني وأدي له الفرق. أنا آسفة بس أنا ما شفتش حضرتك قبل كده، حضرتك عملت أعمال معروفة يعني؟ يا هلا
أنا لي أعمال، معلش، أعمال درامية وموسيقية وزمايل كبار النجوم سواء في مصر، يعني حبيبي وصديقي الزميل عادل إمام اشتغلت معاه، والفنانة سعاد حسني الله يرحمها فيلم الزنزانة مالي، والبشطينو، البشطينو عامل معاه اتنين فيلمين كرتون، ودوغلاس فريكانكس، دوغلاس فريكانكس ده له مواقف رهيبة معاه. سفندم أصل لازم حدك تقري أخوي كان مش معاه سلاح، حاجة بسيطة كده للأولاد. شكر شكر الدنيا. لا أنا معيش. طب مني بحاجة تانية؟ بقول لك إيه، معلش كابتن قدام ده طويل، وحمادة وسندس مش شايفين منه حاجة خالص. يا خبر، طويل شوية؟ اعتبره كزم يا فندم. خلاص شكر. باشا انت تاني؟ ايوه. عايز ايه؟ حضرتك طويل شويه. والله عندي وحمه في كتفي اليمين على فكره. لخص يا عم، عايز اتفرج على الفيلم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ على فكره مش مستريح لك من ساعه ما دخلت. عشان ما دفعتش مش كده؟ طب ما انت بتفهم اهو. بقول لك ايه، يعني يا تشوف كرسي تاني يا اما تقصر شويه. حماده وسندس مش شايفين حاجه. شايف حاجه؟ انا ومال حماده وسندس؟ انا قاطع تذكره. بقول لك ايه، ده مكان محترم، تتكلم كويس، قول معايا. محترم؟ لا، فين المدير بتاع المكان؟ انا عايز المدير. اعمل لي ايه المدير؟ انا عايز المدير. عليك وعلى المدير. ولد ولد، ايه ده ايه ده ايه ده، خلاص خالص. احنا اسفين يا فندم، اتفضل اقعد. اما انت عامل الاسود مخصوم منك يومين، ايه رايك؟ يومين يومين. فهمت. طب ايه رايك بقى في تظبيط قرايبك؟ اخرس خالص، اطلع بره، مخصوم منك يومين بره، امشي. منور يا ابو سندس. تسلم يا حبيب قلبي. ده غير الادوار بقى بتاعتي اللي حصل عليها مؤامرات. ازاي يعني؟ هانم مثلا فيلم، تذكري فيلم خرج ولم يعد، انا كان المفروض انا البطل وزملائي شاهدين. كنت انا البطل بهذا الفيلم، انما بقى حبيب قلبي يحيى الفخراني نحيت. انا بس خرجت يدوبك اشرب سيجاره بتمرن على الدور، لانه خرج ولم يعد، راح جاي يحيى الفخراني لادع الفيلم مني، بس انا ما بتكلمش. انما تقول ايه، الناس كلها عارفه. استاذ حلواني، تحب تضيف اي حاجه؟ في يمكن حاجه جمهور ما يعرفهاش، انما انا لاول مره اصرح بيها. ساعتك عارفه المثل المشهور، اللي بنى مصر في الاصل حلواني. لا، في الاصل دي اتحطت مؤخرا عشان تفرسني انا، انما هي اللي بنى مصر الحلواني. مين الحلواني؟ أنا بس، أنا ما بتكلمش، تواضع مني. يابا مش كده، مشاكلنا، أنت نازل خرط خرط يابا، مشاكلنا يا أخي. أنت عم بتتكلم على نفسك وبس، مش معقول كده. إزاي ما أنا بتكلم لأنيسة بيقولها كل حاجة، وما عرفهمش دول على فكرة. مش شكرين يا ابني، مش شكرين. حبيبة خاله، حبيبة قلب خاله، ألف مبروك عليكي. أنا كنت واثق إنك هترفعي راسي وتبقي مذيعة ناجحة. ميرسي خالو، الله يبارك فيك. ما عندكش فكرة يا خالو، أنا بجد بقالي كتير جدا مركزة مع كل المذيعات عشان نفسي أبقى بيرفكت أكتر منهم، بالذات أستاذة رولا خارصة وأستاذة لبنى عسل. طيب يا جماعة، بما إننا قاعدين كده مجتمعين وقاعدين قاعدة عائلية جميلة، أنا مفكر نعمل شركة إنتاج. بس إحنا مش بنفهم حاجة في الإنتاج يا بابا، احنا موهوبين بس في التمثيل. ده استثمار يا بنتي، افهمي كلامي. اسمح لي بقى يا بابا اسالك واعمل معاك انترفيو، ركز في ادائي يا خالو. استاذ حلواني، حضرتك عايز تعمل الموضوع ده، موضوع شركه الانتاج، عشان استثمار ولا عشان عايز حد ينتج لك الفيلم بتاعك انت وزمايلك؟ خصالك يا لف، انت بتشك في نوايا بابا حبيبك؟ بعدين فيها ايه لما تنتجي لي فيلم انا وصحابي؟ انا عايزه اعرف ايه الجديد اللي هتقدموه للجمهور؟ لا احنا مش هنعمل حاجة كبيرة، يعني هنعمل حاجات ملمومة كده في القنوات الشعبية. والأولاد برضو يعني هيبقى لهم شغل وهيستنفعوا معانا. انا همسك الحسابات. انت متخلف يلا، حساباتي انت صغير يلا.
صغيرة يا اخويا بس بحر. تحير ايه يا يالا؟ محدش يعرف يحيرني، محدش يعرف يحيرني يابا. ايدك كده، محدش يعرف يحيرني. بس ولا عجبك كده يا بابا الفايت اللي عملتها بين الولاد؟ وخاله كمان دخل معاهم بالطريقة السوكية دي؟ مش ممكن. انتوا مش جعانين يا جماعة ولا ايه؟ انا جعانة قوي. انا سامع حد بيقول جعان. يلا يا حبايبي، عاملة لكم بطاطس بالكاري ورز بدبس الرمان. رز بدبس الرمان؟ ده كان البيبسي ما عرفتش تعمله بالرمان، هتعملي انت بالرمان؟ يلا يا قاضي تعالى يا واد الدوام كله. يلا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم لهفه شو على اذاعه الشرق الاوسط. انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها. معانا النهارده اهداءات كتير قوي قوي. اول اهداء معانا هو من معتز لياسمين، وكمان ببعت بوسه كبيره قوي لليلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنقول لكم متشكرين على حسن متابعتكم، ونشوفكم تاني في نفس الميعاد بكره في لهفه شو اذاعه الشرق الاوسط. انفع برضه من اذاعه راديو. علوه تعالى يا حبيبي قلبي تعالى. اتفضل بقى هنا. معانا النهارده طفل جميل هنستضيفه في عيد الطفوله، وهنساله اسمك ايه حبيبي؟ حماده. قولي بقى يا حماده، الطفوله بتمثل لك ايه؟ مفيش حاجه بتمثلها لي. ايه طيب قولي بقى يا حماده، ايه احلى ماده بتحبها في المدرسه؟ انا ما بروحش المدرسه اصلا عشان احب مواد. لا لا اكيد في ماده معينه انت بتحبها. يا ستي بكرههم كلهم. اطلع بره بقى. لا 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 اطلع بره خلاص. بابا من فضلك خد علوه عشان فصلني. يا ستي روحي كده. مش ممكن، مفيش أي حد بيديني أي هلب في العيلة دي. اكتب عندك. اديني بكتب. عايزين ترابيزة مطبخ كبيرة قوي. ترابيزة؟ ها؟ وكمان محتاجين حوالي 30-40 إزازة مياه غازية ساقعة. ماشي، مياه غازية. عشان هيجينا زباين طبعاً، ومحتاجين كمان إعلان كبير ينزل من البلكونة نكتب عليه اسم الشركة وحاجات تنور بالنيوم. يافطة نيوم؟ أكتب كده يعني؟ نيوم نيوم. إيه تاني؟ ثانية. أوه مين؟ أهلاً 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 أهلاً، والله العظيم بجد؟ تحت أمرك طبعاً طبعاً، شيء يسعدني. اديني بس العنوان بتاع الاستوديو النهارده الساعه 9. اوكي عيني. حاضر. ايه ده؟ مين دي يا حلواني؟ واحده طلبتني دلوقتي، عايزيني يا ستي النهارده. قال يعني انا عايزين النهارده عشان برنامج بتاع الاستاذ عمرو الليسي. انت بتقول عمرو الليسي؟ مش ده بتاع المأساويات والعشوائيات؟ يا لهوي، انت جاي تشحت علينا يا حلواني؟ اشحت عليكم ايه؟ وانت عندي اشحت عليكم حاجه؟ انا طالع طالب بحق الناس اللي حقهم مهضوم. قصدك الكومبارسات بتوعك؟ قصدك الممثلين القديرين المنسيين. تخيلي بقى النهارده انا هطلع باذن الله في التلفزيون مع الاستاذ عمرو 3 ساعات.